Closed and open kinetic chain exercises. النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض يعني إيه chain exercise، يعني إيه open، يعني إيه closed، وإيه الفرق بينهم، وبناخد مع بعض شوية examples كده للتايب دوت وللتايب التاني. أصلا kinetic chain exercise هي عبارة عن إيه؟ يعني إيه chain؟ chain يعني حلقة. الحركة بتاعتنا أصلا بتحصل في شكل chain. طيب نبسطها شوية نقول إيه؟ يعني مثلا example، لو أنا عايزة أجيب أعمل catching لحاجة from the ground، أوكي؟ عشان أعمل الحركة دي وأوطي أجيب ال paper مثلا أو ال pen أو so whatever من على الجراوند، أول حاجة بعمل إيه؟ بعمل flexion في ال spine. هو المفروض إن أنا لو عايزة بقى من ال physical therapy point of view هعمل أول حاجة squatting، أوكي؟ وبعدين أميل بال spine بتاعي، أعمل flexion في ال spine، أوكي؟ كده أصح عشان ما يحصلش problems في ال back. فأنا بعمل squat وبعدين بعمل flexion في ال spine، أوكي؟ إيه ال squat عبارة عن إيه اللي حصل معايا؟ حصل معايا flexion في الني، flexion في ال hip، تمام؟ و flexion في ال spine. والفوت بتاعتي still stable على الجراوند، وطيت بإيدي وجبت الحاجة اللي أنا عايزاها ورجعت طلعت تاني، عملت extension في الspine، عملت extension hip، extension knee. دي معناها chain، يعني الحركة بتحصل بتعتمد على بعض، كل joint معتمد على الجوينت اللي فوقيه أو اللي تحتيه. ما ينفعش أعمل حركة في joint وبقية الجوينتس stable ما بتتحركش، ما ينفعش، تمام؟ دي معنى كلمة chain. طيب عندي نوعين من الكايناتيك تشين اكسرسايز، ايه هما؟ عندي open وعندي closed kinetic chain. الرسمة اللي عندي دي بتبيني بس ان البادي cervical ماسك في الثوراسيك، ماسك في اللمبر، واللمبر مرتبط بالهيب، والهيب مرتبطة بالني، والني مرتبطة بالانكل. اي حركة في اي جزء من دي بتبقى مرتبطة بالجزء اللي بعدها، اوكي؟ او الجزء اللي قبلها، تمام؟ ده بالنسبة ل معنى kinetic chain exercise. اوكي طيب نشوف مع بعض ال closed kinetic chain exercise. This exercise takes place when the body moves on a distal segment that is fixed or stabilized on a support surface, such as during squat, leg press or push up exercise. يعني لما بعمل اي exercise، اوكي، والبادي بتاعي بيتحرك على distal segment fixed او stabilized على support surface، في الحالة دي بسميها ايه؟ بسميها closed chain exercise، تمام؟ بالنسبة لل lower limb، مين ال stable، مين ال distal segment بتاعي؟ الفوت، تمام؟ ال upper limb ال distal segment بتاعي ال hand. When the foot is stable on the ground and my body goes down, okay, this is called the closed kinetic chain exercise. مديني example squatting, leg press، تمام؟ بالنسبة لل upper limb، طب امتى يبقى ال upper limb closed chain exercise؟ example لو حطيت ال both hands بتاعتي على ال wall، تخيلوا كده ان انتوا حاطين both hands على ال wall وواقفين قدام ال wall وبتعملوا ايه؟ pushing على pushing up على ال wall، بتقرب من الول، بتعمل elbow flexion وبتقرب البادي بتاعك من الول، تمام؟ والهاندز stable، في الحالة دي اسمها closed kinetic chain بالنسبة للأبر limb، ماشي؟ يبقى بالنسبة للور limb عندي الانكل، الني، والهيب، دول constitute الكينيتيك chain بتاعت اللور extremity، خلاص. وزي ما قلنا لما distal segment بتاع lower extremity is fixed or stabilized or weight bearing it is considered closed. أي weight bearing exercise، أي exercise الفوت بتاعك fixed على ground، fixed على حاجة على الوول، وانت بتروح للوول أو للground، في الحالة دي اسمها closed kinetic chain exercise. طيب الـ open kinetic chain exercise أكيد عكس الكلام اللي احنا قلناه في closed. الـ exercise ده occurs
when the terminal segment is free to move. تمام؟ يعني إيه free to move؟ يعني الهاندز بتاعتك free، يعني عايز تعمل flexion في الشولدرز وانت قاعد sitting مثلا على chair أو على table أو على bed على أي حاجة، وبتعمل flexion في الشولدر free من غير ما تكون الهاندز stable على حاجة. عايز تعمل flexion و extension في الني برضو sitting وعامل flexion و extension في الني من غير ما يكون الفوت ستيبل على ground. أتمنى تكون الصورة واضحة شوية، الصورة اللي هي في الخيال العلمي بتاعنا يعني اللي احنا بنتخيلها. أوكي، هيجي صور على فكرة دلوقتي بعد شوية هنعرف نفرق بين الوضعين. طيب open chain exercise also are typically performed in non-weight bearing position. طبيعي. ومديني example اللي هو seated knee extension exercise or biceps curl maneuver isolated joint exercise. يعني لما تكون عايز تعمل exercise في one joint، زي مثلا flexion و extension في الريست، flexion و extension في الالبو، تمام؟ ده مش هيخليك تعمل flexion و extension في other joints، ده non-weight bearing. اوكي، عكس لما تكون حاطط both hands على الوول وبتعمل pushing على الوول، في الحالة دي الشولدر شغال معاك، الالبو شغال معاك، الريست شغال معاك، والهاند طبعا stable على الوول. لكن لما بتيجي تعمل open kinetic chain انت ممكن تعمل حركة في joint واحد بس، تحدد الجوينت اللي انت عايز تتحرك فيه وبتعمله freely من غير ما يأثر على الجوينت اللي قبله او الجوينت اللي بعده. يبقى احنا كده لحد دلوقتي قدرنا نعرف ان ال weight bearing position غالبا بيبقى هو ال closed kinetic chain exercise، اما ال non weight bearing فده open kinetic chain exercise. تمام؟ اوكي، بعد كده طيب نشوف الايت اللي بعد كده، نبص نشوف characteristics of open chain and closed chain exercise. ماشي، ده بيفرق لي بين الاوبن والكلوزد. في الاوبن زي ما قلنا distal segment moves in space، يعني ايه؟ يعني الهاند فري، تمام، او الفوت فري. الكلوزد كايناتيك تشين بتبقى distal segment remains in contact with or stationary fixed، يعني on a support surface. متهيألي واضحة الجزئية دي، قلناها كذا مرة. طيب الopen kinetic chain ممكن أعمل فيها إيه؟ independent joint movement. تمام؟ يعني بقدر أحرك joint لوحده. عايز أعمل flexion في الهيب بعمل flexion في الهيب بس، عايز أعمل flexion knee flexion knee بس، extension hip extension hip لوحده من غير ما يكون متأثر بالجوينت اللي فوقيه أو اللي تحتيه. أوكي؟ No predictable joint motion in adjacent joints، يعني ما فيش، مش زي ما قلت لكم مش هيتأثر بالجوينت اللي فوقيه أو اللي بعديه. بالنسبة للكلوزد لأ، في الحالة دي interdependent joint movements. أوكي؟ relatively predictable movement patterns in adjacent joint. لازم في الكلوزد هيحصل ان الجوينتس اللي above and below هتتحرك، مش هينفع يبقى جوينت لوحده، لازم بيبقى كذا جوينت مع بعض. نيجي بعد كده بيقولك في الopen kinetic chain movement of the body segments only distal to the moving joint. movement of the body segments only distal to the moving joint، يعني ايه؟ يعني مثلا انا لما هاجي في الموفمنت بيقولك movement of body segments only distal، يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايزة بقولك اعمل لي flexion في الشولدر والهاندز free، فانت لما تعمل flexion في الشولدر joint مين اللي هيتحرك معايا بعد كده؟ الارم، الالبو، الفور ارم، والهاند. اوكي، هما extended على فكرة، الارم والالبو والهاند extended، انا بس الشولدر flexion هو اللي هيحصل، shoulder flexion هو اللي هيحصل. مين اللي هيتحرك؟ ال distal part segments distal joint. فاهمين الحتة دي ولا لأ؟ عايزة أحرك مثلا ال elbow، أعمل elbow flexion
مين اللي هيتحرك؟ مين السيجمنت اللي هيتحرك؟ الفور ارم والهاند. اوكي، يعني الحركه بتحصل في السيجمنت اللي ديستال للجوينت اللي انا عايزاه. لو عايزه اعمل مثلا فليكشن في الريست جوينت، مين اللي هيتحرك؟ الهاند. انما مين معايا ستيبل؟ الفور ارم والارم ستيبل، محدش فيهم هيتحرك. تمام، هي بس انا عايزه الريست جوينت اعمل ريست فليكشن، فبالتالي طبيعي الهاند هتتحرك معايا. لكن لو انا مثلا هعمل كلوز ذا كاينيتيك تشين، سي هعمل سكوات، عشان اعمل سكوات او مثلا سي انا عايزه اعمل فليكشن في الني وكلوز ذا كاينيتيك تشين، فطبيعي هنزل بالبادي بتاعي على الفوت. الفوت ستيبل زي ما قلنا كلوزد، يعني الفوت ستيبل. الفوت ستيبل على الجراوند، هنزل بالبادي بتاعي، عملت فليكشن في الني. اوكي، لقيت مين السيجمنتس اللي بتتحرك معايا؟ اباف اند بيلو، طبيعي الليج اتحركت. تمام، الثاي اتحركت، ما هي دي السيجمنتس اللي اباف اند بيلو الني جوينت. اوكي، هما دول السيجمنتس اللي اتحركوا معايا، انا كنت عايزه الني بس. فاهمين الحته دي ولا لا؟ يعني في كلوزد السيجمنتس اباف اند بيلو، زي ما قلنا ان انا في كلوزد كذا جوينت بيتاثر بيخش معايا في الحركه، ما ينفعش يبقى كلوزد كاينيتيك تشين واخليه حركه في جوينت واحد بس، لا كذا جوينت بكذا سيجمنت. طبيعي ان انا ما يخش معايا كذا جوينت يبقى كذا سيجمنت هيخش معايا في الحركه. اوكي، عكس الاوبن ان انا بحرك جوينت واحد، وبالتالي السيجمنت اللي هيتحرك هيبقى ديستال للجوينت، اما البروكسيمال هيبقى ستيبل. اوكي، muscle activation occurs predominantly in the prime mover and is isolated to muscles of the moving joint, typically performed in non-weight bearing position. نفس الكلام على فكرة، يعني هتلاقوا ان الجزئية دي برضو بتشرح لك اللي قبل كده. خلاص، اوكي، المسلز اللي حوالين الموفينج جوينت بس هي اللي بتتحرك، ماليش دعوة بقية المسلز. طبعا في الكلوزد لا، muscles activation occurs in multiple muscle groups distal and proximal. ده بيوضح الجزئية اللي فاتت. اوكي، وطبعا typically performed in weight bearing positions، بس مش always weight bearing، وهنعرف بعد كده ليه. هو يعني 90% بيبقى weight bearing position، بس احيانا مش non weight bearing، سوري مش weight bearing. يعني مثلا سي لو انا هدي example لل upper limb، طب ما هي upper limb دي مش weight bearing، انا بعمل ال upper limb اللي هي pushing على ال wall، ده مش weight bearing position. خلاص، في برضو هناخد بعد كده ال leg press على اللي هي athletic equipments، هنعرفها بعد كده ونشوف، ودي بتبقى برضو non weight bearing، اللي هو بيروح الناس هتبقى عارفاها قوي، الناس اللي بتروح الجيم وبيبقوا نايمين على الجراوند. اوكي، وحاطين الفوت بتاعتهم على ستيبل على ديفايس كده، وهم اللي بيتحركوا للديفايس، سوري هم اللي بيتحركوا للفوت. اوكي، وهم مش في ويت بيرنج بوزيشن، يعني ده يعتبر نان ويت بيرنج بوزيشن ولكنه كلوزد لان الفوت ستيبل. فاهمين؟ فهو بيقول لك احيانا مش دايما بتبقى ويت بيرنج، احيانا ممكن كلوزد كاينيتيك تشين اكسرسايز يتعمل في نون ويت بيرنج بوزيشن. تمام، نكمل. بالنسبه للريزيستنس از ابلايد تو ذا موفينج ديستال سيجمنت، لما باجي اعمل مثلا انا عايزه احرك الالبو جوينت وعايزه اعمل ريزيستنس، تمام، بعمل resistance below الجوينت مش above. تمام، هعمل resistance، يعني ما اعرفش انتوا خدتوها ولا لا في المسل تيست، بس ان انا هدي resistance على الفور ارم لما يكون الالبو جوينت هو اللي شغال، وعايزه اعمل تيست للمسلز، عايزه اعمل resistance او عايزه اعمل strengthening للمسلز اللي بتشغل لي الالبو جوينت. تمام، اللي هي البايسبس والراديالس والبريكيوراديالس. اوكي، والبراكياليس، بايسبس وبراكياليس وبريكيوراديالس، دول المسلز اللي بتشغلي الالبو جوينت. طب انا عايزه اعمل لهم سترينثنينج،
هعمل strengthening فين؟ above ال elbow ولا below ال elbow؟ لا، بحط resistance بتاعتي على segments اللي below ال elbow. ماشي، دي من ضمن برضو الحاجات اللي بتميز ال open kinetic chain. اوكي، بالنسبة لل closed resistance is applied simultaneously to multiple moving segments. الريزيستنس اساسا بتبقى على الهول بادي. هو لو ويت بيرنج اكسرسايز هيبقى اصلا الجرافيتي معايا في الريزيستنس، وممكن كمان البيرسون دوت اللي بيعمل الويت بيرنج اكسرسايز يكون شايل ويتس في ايديه او كده، هو بيعمل سكوات او كده، فده بيبقى ريزيستنس اول اوفر ذا بادي، شغال على الجسم كله مش على سيجمنت، ما بحطوش في سيجمنت معين. ماشي، اوكي. بعد كده بالنسبه لللودنج اللي بيتحط على في حاله الاوبن كايناتيك تشين بتبقى روتاتوري، وبالنسبه للكلوزد اكسيل يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هي بديكوا اكزامبل دايما بالالبو فليكشن او الني، مثلا هنقول ني فليكشن او اكستنشن. انا لو عايزه اعمل external load للالبو فليكشن، هنتخيل كده انت قاعد سيتنج وبتعمل البو فليكشن، هاجي احط لك لود على مثلا على الريست above الريست جوينت. طب مش قلت resistance بحطها below الالبو على السيجمنت اللي هو below الالبو اللي هو الفور ارم؟ مثلا هخليك تمسك ازازه ميه تقيله، دمبلز، اي حاجه. لما تيجي تحرك الدمبلز دي بتحركها في ايه؟ في روتيشن، روتاتوري لودنج. اوكي، كانك بترسم نص دايره، ماشي، او ربع دايره يعني بايدك وانت بترفع تعمل البو فليكشن. انما لما يجي في حاله الكلوزد كايناتيك تشين انا عندي اكزيال لودنج، يعني انا بنزل سكوات، شايفين اللود نازل ازاي؟ اكزيال، خلاص، مش روتاتوري، ما فيهوش روتاتوري خالص. يبقى مع الويت بيرنج اكزيال لودنج، مع النون ويت بيرنج او بالذات مع الاوبن كايناتيك تشين روتاتوري لودنج. تمام، بعد كده عندي اكسترنال ستابلايزيشن، بتبقى مانوالي اور ويز اكويبمنت ويوجوالي ريكوايرد. دايما لما بكون عايزه احرك جوينت معين ببتدي اعمل ستابلايزيشن، اوكي، مانيوالي او باكويبمنت، ولازم دي في حاله الاوبن. في حاله الكلوزد الانترن هيبقى في اصلا انترنال ستابلايزيشن عن طريق المسل اكشن، الجوينت كومبريشن اند كونكرنسي، والبوستشرال كنترول. لان انا مثلا برضو الاكزامبل بتاعي السكوات، لما تكون عايز تفهم حاجه معينه ادي اكزامبل على نفسك، يعني انزل كده وانت واقف ستيبل على الجراوند، ستاند على الجراوند، وبعدين انزل بالبوث، خلي الفيت ستيبل وانزل بالبادي ويت بتاعك في حاله السكواتنج. تمام، مين اللي هل انا اقدر اعمل ستابلايزيشن في حته معينه على ماسلز معينه او على سيجمنتس معينه او جوينتس؟ لا، الستابلايزيشن في الجسم كله بتحصل عن طريق الماسل اكشن، الماسلز اللي حوالين اللور ليمز. تمام، الجوينت كومبريشن، الجوينتس في الهيب والني والانكل، والكونجرنسي بتاعت الجوينتس، والبوستشرال كنترول، والبالانس بتاعك، والكوردينيشن. كل ده هو اللي هيتحكم، هو ده اللي هيعمل لك ستابلايزيشن انك ما تقعش في حاله الويت بيرنج بوزيشن او في حاله السكوات. خلاص، يبقى الستابلايزيشن جاي لي من جوايا انا انترنال مش خارجي. انما الاوبن كايناتيك تشين انا عايزه اعمل مثلا اكستنشن في الني جوينت، البيرسون بيبقى قاعد سيتنج على البلانس، خلاص شورت سيتنج، وعنده عامل هيب فليكشن 90 وني فليكشن 90، وانا عامله ستابلايزيشن للبلفس ومخليه بالي من البيشنت عشان ما يعملش سبستيتيوشن للحركه وكده. لو عملت سبستيتيوشن هبتدي انا اللي اصلح له الحركه، لكن كل ده ما بيحصلش في حاله الكلوزد. هو البيرسون اللي بتتحكم فيه الماسلز بتاعته، الكومبريشن بتاعت الجوينت، والبوستشر كنترول بتاعه هو. ماشي، نيجي بعد كده للبايوميكانيكال بيرسبكتيف اوف كلوزد كاينيتيك تشين اكسرسايز. اهميه البايوميكانيكال بايوميكانيكالي بقى من بايوميكانيكال بوينت اوف فيو،
closed بيزود ال joint compressive forces, increase the joint compressive forces, increase the joint congruency and stability with stimulation لل joint وال muscle mechanoreceptors. تمام, طبعا هو الكلام واضح من اللي احنا قلناه قبل كده, اكيد هو ده اللي هيحصل. ان انا لما باجي استخدم مع اي person closed kinetic chain exercise, الايمز بتاعتي ان انا اعمل ايه, هزود الكمبريسيف فورسز جوينت كومبريسيف فورسز, الكونجرنسي والستابيليتي بتاعت الجوينتس, وهعمل ستيميوليشن للميكانو ريسبتورز الجوينت والمصل ميكانو ريسبتورز عن طريق الويت بيرنج بوزيشن. دايما الويت بيرنج بيزود الجوينت والمصل ميكانو ريسبتورز, بيستيميوليت الميكانو ريسبتورز. اوكي may be safer and produce less threatening forces. احيانا بنعتبر ان الكلوز ذا كاينيتيك تشين مور سيف عن الاوبن, لان زي ما قلنا قبل كده ان هو بيعتمد على الانترنال فورسز بتاعه البادي نفسه. يعني انا اللي هقدر اتحكم في نفسي, لو عندي مشكله هقف, لو عندي بين زياده مش هكمل, خلاص مفيش اكسترا لود, اللود جاي من عندك, إن منك انت اللي بتعمل اكسرسايز وانت اللي اللود بتاعك, فانت اللي هتتحكم في نفسك, هتعرف امتى تقف وامتى كده. اوكي طيب, بنعمل كو اكتيفيشن للاجونست والانتاجونست في نفس الوقت. انا لما اكون بعمل سكوات او ليك بريس, انا بعمل كده ايه, بنزل بجسمي كله, كل المسلز الاجونست والانتاجونست شغالين مع بعض. يبقى انا كده قدرت عن طريق كلوز كاينتيك تشين اوفر وقت, اكتيفيت الاجونست والانتاجونست في نفس الوقت عكس الاوبن. عايز تعمل سترينثينج لمجموعه مش هينفع الا لما تعمل ريلاكسيشن في المجموعه الثانيه. اوكي, contractions are generally eccentric followed by concentric. eccentric وبعدين co-activation, concentric muscle function, example, stretch shortening cycle. طيب, هو بيقولك ان الاول بيحصل eccentric, اوكي, وبعدين يحصل co-activation, وبعدين يحصل concentric muscle function, وده السيستم اللي شغال بـ closed kinetic chain exercise. promote dynamic stability. واضح جدا ان انا بزود الديناميك ستابيليتي عن طريق كلوزد كاينتيك تشين. امبروف البالانس والبوستشرال كنترول في الابرايت بوزيشن, ماشي. ستيميوليشن اوف فانكشنال اكتيفيتي. اكيد هو انا طول ما انا بستخدم الويت بيرنج بوزيشن في اي حاجه, يبقى انا هعمل ستيميوليشن لكل الحاجات اللي انا قلتها, stability و balance و coordination و co-activation muscles و improve posture control و improve stimulating mechanoreceptors, كل ده عن طريق a closed chain exercise. طيب نيجي لـ importance أو perspective بتاعة الـ open kinetic chain from biomechanical point of view. increase the distraction and rotational forces. Okay. increase the deformation of joint and muscle mechanoreceptors. concentric acceleration and eccentric deceleration. تمام؟ طيب. من اللي احنا فهمناه من الاوبن كاينتيك تشين, ان انا قلت ان انا بشتغل على جوينت واحد غالبا, فانا اقدر ازود الديستراكشن في الجوينت ده, بزود الروتيشنال فورسز لو انا اديت ريزيستنس. زي ما قلت لكم ان ريزيستنس على جوينت واحد بتديني روتيشنال فورس. انكريز ديفورميشن اوف جوينت اند موسل ميكانو ريسبتورز, برضو على فكره بتستيميوليت الميكانو ريسبتورز زي الكلوزد كاينتيك تشين, ولكن هنا بتبقى بنسبه اقل. concentric acceleration and eccentric deceleration, ان انا يعني بتبقى اساسي ال concentric contraction followed by eccentric contraction, عكس الايه, عكس ال closed, ان انا بيحصل عندي الاول ال eccentric وبعد ال eccentric او ال eccentric وبعد كده ال concentric. تمام.
برضو promote ال functional activity، مفيش مشكلة يعني. و often isolated to single joint motion، ان انا لو عايزة احيانا ببقى انا عايزة اركز على joint واحد، يعني ال person عنده مشكلة في joint واحد، مش محتاج ان انا اعمل له weight bearing exercise، وبالتالي اوكي فاعمل له open kinetic chain وهيبقى برضو effective طبعا. خلاص، وبستخدم وبتبقى الاوبن كاينتيك تشين في السترينثنينج وفي التستنج. لما اجي اعمل تستنج سواء ماسل تيست او تستنج لجوينت جوينت سيبريتلي، يبقى انا بستخدم اوبن كاينتيك تشين. وبرده لو عايزه اعمل سترينثنينج لمجموعه معينه من الماسلز حوالين جوينت مش لكل الماسلز، وبرده بتبقى افكتيف ان انا استخدم الاوبن كاينتيك تشين اكسرسايز. اوكي طيب، يبقى سريعا كده نشوف ايه البنفيتس بتاعت الكلوزد كايناتيك تشين. improve your functional fitness since they mimic activities of daily living. يعني ايه؟ يعني الكلوزد كايناتيك تشين هي اللي غالبا بنستخدمها في الديلي ليفنج اكتيفيتيز. يعني احنا معظم الاكتيفيتيز بتاعتنا بتبقى ويت بيرنج اكسرسايز، وبتبقى in the form of closed kinetic chain exercise، فهي بالتالي بت improve functional fitness. Okay. Great for athletes since sports require multiple joint and muscle movements to happen at once. بنستخدمها أكتر مع الأثليتس لأن هم بيستخدموا بيمبروف المالتيبل جوينت والماسل موفمنتس في نفس الوقت. Get more benefit in less time. بتوفر لي وقت طبعا. انا بستفاد ان انا بعمل strengthening و improving لكذا joint كذا muscle في نفس الوقت، وبالتالي بقلل الوقت of rehabilitation. Safer for your joints، زي ما قلنا ان انا ال stability بتاعتي بتبقى internally، وبالتالي هي more safe لان انا ممكن اكون لو هدي external resistance ممكن اعمل injury للبيرسون اللي انا بديله resistance، لو كانت resistance بتاعتي عالية عليه او ازيد من ما يتحمله. خلاص، لكن لما تكون resistance جاية من البادي نفسه، من البادي ويت او من المسلز اللي حوالين البادي، يعني الجوينتس دي internal resistance، وبالتالي هو اللي هيتحكم في ايه اللي هيتعبه وايه اللي هي مش هيتعبوا يعني. تمام، اوكي. ال safer for joints مدي example بيقول بالذات الني joint لان هي اكتر joint vulnerable للستريس والانجري، وبالتالي لما ادخل البيرسون اللي عنده مشكله في الني ادخله في rehabilitation in weight bearing position closed kinetic chain exercise بيبقى افضل له. The force involved in closed kinetic chain like lunges and squats is compressive lunges and squats. Okay, is compressive force meaning it actually stabilizes the joint and helps strengthen. نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، اني انا لما بعمل الفورس اللي بتبقى يعني applied في closed chain هي compressive force. تمام، compression، في compression بيحصل على الجوينتس وعلى البادي ككل، وبالتالي stabilize the joint and help strengthen it. Okay. The open kinetic chain benefits. برضو improve the strength and increase the range of motion ولكن في specific joint بس. واحد. Joint واحد. أنا اللي ببقى محددة حسب الحالة بتاعت ال patients بتوعي. Correct strength deficits of specific muscles or joints and the beginning of rehabilitation when the athlete is not able to perform closed kinetic chain. بقدر عن طريقها ان انا اعمل correction للstrength لو يعني في muscles معينة او joints معينة، وبستخدمها في بداية الrehabilitation لو كان الathletic person مش قادر يperform in closed، فببتدي معاه اخد جزء جزء. خلاص، اخد مجموعة muscles مجموعة muscles لحد ما يقدر يعني يقدر يبرفورم معايا وادخله في weight bearing exercise. في الحالة دي اخش معاه في الrehabilitation في closed kinetic chain. يبقى انا ممكن ابتدي بايه؟ ابتدي بopen kinetic chain لو البيرسون عنده مشكلة في الrehabilitation مش قادر، حتى لو كان athlete، حتى لو كان athlete. خلاص، يبقى هي more
يعني هي أسهل كبداية. خلاص برضو من ضمن ال benefits loss of range of motion, pain or swelling may not allow athlete to perform a close kinetic chain. يعني برضو بستخدمها في بداية ال rehabilitation لو كان ال patient عنده loss of range of motion حتى athlete أو غير athlete. loss of range of motion في joint معين أبتدي نحاول نرجع ال range of motion في ال joint ده. عنده pain في joint معين برضو بتريت ال pain. عنده swelling نتريت ال swelling وبعدين أدخله في closed. يعني ما ينفعش إن ال patient يبقى عنده loss في range of motion يعني دلوقتي لو ده طلبت من patient إن يعمل لي squatting exercise وهو أصلا ما بيقدرش يعمل complete flexion في knee. أوكي طب إزاي اطلب منه انه يعمل سكواتنج؟ لازم الاول ابتدي اريجين رينج اوف موشن في ني جوينت يوصل معايا كومبليت رينج اوف موشن، بعد كده ابتدي ادخله في ايه، في كلوز كاينتيك تشين اكسرسايز وسكوات وحاجات كتير اكسرسايزز كتيره بالنسبه لللور لمب. طيب البيشنت برضو عنده بين مش قادر يعمل اكسرسايز، عنده بين في جوينت معين مش قادر يكمل رينج اوف موشن، طب نبقى احنا تريت البين وبعدين نعمل الويت بيرنج اكسرسايز. نفس الحكايه عندي سويلنج، سويلنج في اراوند الانكل مثلا او سويلنج اراوند الني، طب ما ده هيمنعني من ان انا اعمل الحركه اللي هي السكوات او سو وات ايفر، اعالج السويلنج بعد كده ادخله في كلوزد كاينتيك تشين اكسرسايز. اوكي دي اكزامبلز اللي على الشمال اوبن كاينتيك تشين، هو بيعمل ماسك دامبلز والهاندز بتاعته فري وبيعمل فليكشن واكستنشن في الشولدر جوينت. تمام حط الهاندز بتاعته في الصوره الثانيه اللي على اليمين، حط الهاندز بتاعته على تيبل وابتدى يعمل فليكشن واكستنشن سواء في الابر لمب او في اللور لمب، بقت كلوزد تشين اكسرسايز. الصورة ديت برضو closed بالنسبة للأبر limb. تمام زي احنا شايفين هي بتعمل leg sorry push على الwall بالbooth hands، الhands بتاعتها stable. تمام ماليش دعوة باللور limb، أنا بتكلم على الأبر limb دلوقتي، ده closed بالنسبة للأبر extremity. اوكي برضو هنا عندنا الصورة اللي على الشمال بيوريني الفرق بين الأوبن عمل knee flexion رفع الليج بتاعته وعمل flexion لفوق وبقت الفوت بقت فري، يبقى في الحالة دي أنا ده عندي أوبن. الصورة التانية closed لأن هو نزل بالبادي بتاعه على الني عمل flexion أوت ونازل squat خلاص والفوت stable على الجراوند. نيجي للبيرسون دوت اللي طالع السلم، اللي طالع الستيرز upstairs downstairs دي كومباينيشن ما بين الاوبن والكلوزد كاينتيك تشين اكسرسايز، ما اقدرش اقول ان هي يعني كومبليتلي اوبن ولا كومبليتلي كلوزد، هي كومباينيشن. خلاص بالنسبه لي دي واحده من الاجهزه اللي هي في الجيم، هنا هو مثبت الليج بتاعته على تحت الاندر الجهاز دوت وبيبتدي يعمل ايه اكستنشن في الني، ده طبعا اوبن برضو على فكره يعني ده اوبن. تمام لان الفود بتاعته فري وهو ده الريزيستنس اللي بيدهوني الجهاز. اوكي طيب نيجي بعد كده برضو ده كلوزد بالنسبه للابر لمب، هي مثبته الهاندز بتاعتها وهتنزل بالبادي ويت بتاعها في فليكشن بوث هاندز، هتعمل فليكشن في الالبو فليكشن في الشولدر وتنزل على بوث هاندز على البلانس. اوكي الكوادري بيت بوزيشن وهي كده هي عندها ايه، هي بالنسبه لها كده كلوزد. اوكي هي قافله على نفسها اهي على البادي، ممكن تروح عامله تعمل ليننج بالبادي بتاعها باكورد من غير ما تشيل ايديها من على البلانس، هتعمل ليننج باكورد. تمام عشان كده بنقول مش كل الاكسرسايزز اللي في الكلوزد كاينتيك تشين بتبقى ويت بيرنج. يعني انا في البوزيشن بتاع الفور كوادري بيت بوزيشن اللي هو صوره نمبر بي،
ال person ديت البنت دي ممكن تعمل leaning backward، تعمل flexion في ال knee، تنزل بالباتوكس بتاعتها على ال legs، اوكي، وتعمل complete flexion في ال hip، complete flexion في ال knee، و still ال hands بتاعتها على ال plants، ما تتشالش، تمام. الصورة رقم C عملت طبعا open في ال left arm، عمل open kinetic chain في left arm، وعملت open kinetic chain في right leg مع left arm، تمام. وستيل هي stable على right hand و right و left lower limb. ده push up exercise طبعا برضو ده closed، اكيد واضح. حاطط ايديه الاتنين على الجراوند و بينزل بالبادي بتاعه للبوث هاندز. اوكي، ثانك يو فور يور لسننج. اني كويستشنز بقى ان شاء الله نتقابل في اي وقت تحبوا فيه، ونشوف لو في حد عنده سؤال او مش فاهم حاجه. ماشي، ميرسي يا سنه تانية، شكرا جزيلا.